كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمطار القاهرة الدولي، وذلك فور وصوله في مستهل زيارته الكريمة إلى مصر. للمزيد من التحليل والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بك، أهلا وسهلا. سيادة السفير، في مستهل هذه الزيارة الكريمة لضيف مصر، كيف تقيم مستوى العلاقات بين مصر والسودان، خاصة وأن السودان يعتبر امتدادا طبيعيا لمصر وهناك علاقات بينهما أزلية وتاريخية ومسار وتاريخ مشترك؟ الحقيقة الفريق البرهان أثبت أنه يعني مبدأ الأصالة السودانية والتقدير السوداني لمصر الموجود لديه بشكل واضح جدا، والعلاقة بينه وبين رئيس السيسي الحقيقة استطاع سويا أن يقيم علاقة ودية أخوية قوية جدا. نعم. يعني تفيد العلاقات بين مصر والسودان بصفة أن مصر والسودان هما شعب وادي النيل، هما شعب واحد في دولتين، وبالتالي أن وادي النيل الذي يجمعهما نهر النيل وهما دولتا مصب في نهر النيل تجمعهم صلات قربة وصهر مع السودانيين وثقافة واحدة وأفكار واحدة وانتماء واحد لأفريقيا وللعروبة في نفس الوقت. نعم. سيادة السفير، كما ذكرت أنهم شعب واحد بدولتين بحكومتين برئيسين، لكن هناك الكثير من الروابط المشتركة التي تجمع بين الشعبين. هناك أيضا كثير من الملفات والقضايا الإقليمية والتي يعد التنسيق فيها مواقف البلدين أمرا حيويا، وفي مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل، بالإضافة لملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر وفي القرن الإفريقي. سيادة السفير، كيف ترى أهمية تنسيق هذه المواقف بين البلدين في هذه الملفات؟ الحقيقة العالم يموج الحقيقة الآن بمشاكل كثيرة جدا، مشاكل عالمية ومشاكل إقليمية، والألفية الثالثة شهدت تغيرا في الأفكار، هجوم على القانون الدولي وعدم احترام لقواعد القانون الدولي. نعم. حتى من الدول الكبرى، هذا أمر ملاحظ تماما، وبالتالي فإن التنسيق بين السودان ومصر أمر مهم جدا لكي تتم المحافظة على الدولة، اعتبار الدولة الآن قيمة أصبح أمر خطير جدا ومهدد تهديدا حيويا. نعم. فدولة السودان مهددة والدولة المصرية مهددة من عناصر الإرهاب ومن طغيان الأفكار غير المنتظمة والأفكار الإرهابية والأفكار المتطرفة والشاردة، وبالتالي التنسيق المستمر بين المسؤولين في مصر والسودان أمر لابد منه، وفعلا توجد لجان تنسيق في جميع المجالات بين مصر والسودان، أرجو دائما أن تكون تسعى لتحقيق نتائج باهرة إن شاء الله. طيب سيادة السفير، لو نتحدث عن العلاقات ما بين الشعبين، الشعب المصري والشعب السوداني الشقيق، كان لي شرف الزيارة للسودان لأكثر من مرة، وما لمسته من يعني علاقة ما بين الشعبين وحب متبادل ما بين الشعبين يدفع للمضي قدما في البناء على مزيد من العلاقات ومزيد من التقدم على كافة المستويات. لو نتحدث معك سيادة السفير عن العلاقات والشراكات الاقتصادية المشتركة ما بين البلدين، والتي ربما يعني بالأكيد أنها شهدت تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا أيضا، كيف يمكن البناء سيادة السفير على ما تقدم وعلى هذا التطور لنقل هذه العلاقات إلى أفاق أرحب وأوسع؟ الحقيقة أن العلاقة بين مصر والسودان فعلا علاقة وثيقة، هذا كلام واقعي وله نصيب كبير جدا من الصحة، وقد آمن بهذه الفكرة الرئيس السيسي، وبالتالي كان حريصا على أنه عندما ذهب إلى في يونيو 2014 إلى غينيا الاستوائية لحضور القمة الأفريقية أن يمر على الخرطوم ليؤكد أن الشعب المصري وهو يمثله يكن كل الاحترام والتقدير والمحبة للشعب السوداني الشقيق،
انه يجب ان يعملان سويا. عمل مصر والسودان سويا هو عمل من اجل شعب مصر وشعب السودان في نفس الوقت، شعب وادي النيل الذي هو شعب واحد في دولتين كما ذكرت، وبالتالي ايضا فانه في خدمه القضايا العربيه وفي خدمه القضايا الافريقيه. بالنسبه للمساله الاقتصاديه، طبعا السودان ومصر عضوان في منظمه الكوميسه، وبلغ حجم التجاره الان بين مصر والسودان حوالي مليار دولار، وهو رقم حقيقه يعتد به كثيرا لانه لم يبلغ هذا المبلغ من قبل. وتوجد الان استثمارات مصريه في السودان واستثمارات سودانيه في مصر، والتجاره الان وقد فتح معبران هامان جدا، معبر اشكيت ومعبر ارقين لكي يسهل النقل بالتجاره البريه، وتوجد مشروعات مهيئه حاليا لخبط سكه حديد تصل بين مصر والسودان، ويوجد استثمارات ايضا في السودان في مصانع وفي تجاره، وكذلك في مصر استثمارات ايضا تجاريه في جمهوريه مصر العربيه. هذا امر مهم جدا، والرئيس السوداني والرئيس المصري حريصان عليه كل الحرص. نعم. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم سعاده السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.